اجيت وانا محتاج نظرة، محتاج نظرة. اجيت وانا محتاج نظرة يا زينب، شايل ذنوب كثرة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعدائهم. بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها. عظم الله أجورنا وأجوركم أحبائي المشاهدين بهذه المصيبة العظيمة والفاجعة الأليمة، ذكرى استشهاد سيدنا ومولانا أبي الأحرار وسيد الثوار المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ونحن وإياكم في هذه الأيام العصيبة والأليمة، عاشوراء، وما أدراك ما عاشوراء. استشهاد ثلة طاهرة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأسهم ريحانة رسول الله الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. لبيك يا حسين يا حسين يا حسين، لبيك يا حسين يا حسين يا حسين. نعم أيها الكرام، اليوم احنا في مكان ممكن يختلف عن الأماكن اللي أخذنا به تغطيات سابقا. اليوم في خدمة سيدتي ومولاتي جبل الصبر، هذه العظيمة، هذه الامرأة التي قادت ثورة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وله من المقولات الكثير والكثير سلام الله عليها. اليوم في خدمة زوار السيدة زينب من العاصمة السورية دمشق، وتحديدا في منطقة السيدة زينب سلام الله عليها. ابقوا معنا وهذه التغطية، ونحن وإياكم في خدمة عقيلة بني هاشم وزوار سيدتي ومولاتي السيدة زينب سلام الله عليها. لبابك وقفي قسم ما أمله لأني بوقفتي. متواصلين معكم أحبائي المشاهدين، وهذه التغطية من جوار سيدتي ومولاتي عقيلة بني هاشم السيدة زينب سلام الله عليها. معنا أيضا أحد المشايخ الكرام سماحة الشيخ صلاح العبيدي، حياكم الله سماحة الشيخ، عظم الله أجوركم. عظم الله أجوركم وأجور الأمة الإسلامية بمصاب استشهاد أبي عبد الله والثلة الطيبة الطاهرة معه. أحسنتم سماحة الله فيكم. شيخنا، الآن أنا وياك في جوار هذه العظيمة زينب سلام الله عليها، والأيام هذه أيام شهر محرم الحرام، بدأ دور زينب سلام الله عليها في نجاح ثورة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ما هو الدور التي قامت به زينب بنت أمير المؤمنين بعد استشهاد مولانا أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الفترة بعد يوم العاشر وإلى يوم الأربعين، يمكن أن نسميها هو معركة الطف بفقرتها الثانية أو بجزئها الثاني. جزئها الثاني هو رفع الظلامة أو الإعلان عن الظلامة الحقيقية التي وقعت في يوم الطف وما حصل هناك، وهذا ما قام به وتولاه سيدنا وإمامنا زين العابدين سلام الله عليه بمعية الناطق الرسمي باسم هذه الواقعة، وهي العقيلة سلام الله عليها، التي عقيلة بني هاشم، التي أبدعت في كل ما أدته قربة إلى الله تعالى، رغم الجراحات، رغم الألم، رغم الأذى، رغم فقد الأحبة والأعزاء، رغم الأشلاء المقطعة التي شاهدتها بعينها، لكنها أجادت وأحسنت فيما أوضحت من سيرة أبيها وجدها سلام الله عليهم وأمها سلام الله عليها في كيفية التعامل مع هذه المصائب قربة إلى الله، من أجل إيضاح أن الإسلام الأموي الذي أوضحه و أراد أن يعكسه بني أمية هو إسلام مزيف وليس حقيقي، هو إسلام الأهواء والشهوات والغرائز، بينما الإسلام الحقيقي الذي تبناه آل البيت صلوات الله عليهم والدفاع عنه عن حياضه، لأن إسلام أهل البيت هو إسلام القربة، إسلام التضحية، إسلام الكون مع المظلومين،
إسلام الإصلاح والمصلحين، إنما خرجت للإصلاح في أمة جدي. هذا الإصلاح الذي تبناه الإمام الحسين وتبناه قبله أمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الحسن، هذا الإصلاح لم يرق لثلة كبيرة وفئة غير قليلة ادعت الإسلام، تلبست بلباس الإسلام، كانت من المسلمين أو معهم. ولذلك كانت مهمة السيدة زينب سلام الله عليه مهمة ترقى بالأهمية إلى مستوى ما أداه الشهداء في يوم الطبع. متواصلين معكم أحبائي المشاهدين، وهذه التغطية من حرم سيدتي ومولاتي عقيلة بني هاشم السيدة زينب سلام الله عليها. معنا أيضا أحد الزوار الكرام، زوار عقيلة بني هاشم السيدة زينب سلام الله عليها. السلام عليكم حجي. عليكم السلام ورحمة الله، عظم الله لكم الأجر إن شاء الله. عرفني باسم حضرتك. أبو زياد من بغداد الكاظمية. حياك الله. الله يسلمك. إن شاء الله. الله يسلمك. جايب سلام الإمام الكاظم والإمام الجواد إلى عقيلة بني هاشم. أمين الجوادين الكاظم عليه السلام ومحمد الجواد، ونسأل الله أن يديم هاي النعمة ووحد قلوب المؤمنين ووحد قلوب المسلمين وينصر الإسلام على الظالمين بحق محمد وآل محمد. زيارة ممتعة وجميلة جدا، ونسأل الله التوفيق والعافية. تبيان دور العقيلة زينب سلام الله عليه، خصوصا احنا في هذه الأيام العظيمة والأليمة، أيام محرم الحرام، يعني دور زينب بدأ الآن في هذه الأيام المباركة. فشنو تعرف للسادة المشاهدين عن دور زينب ولو بجملات بسيطة. السيدة زينب سلام الله عليها هي ثورة، وهي المسار، وهي الطريق، واللي بينت للمسلمين وللعالم كله مظلومية آل بيت النبوة، وهي اللي سارت على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي اللي بينت ووضحت معنى الرسالة المحمدية، وبينت حقيقة مظلومية أهل البيت أهل النبوة وما جرى عليهم من مآسي وظلم، ونعلة الله على الظالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. رحمة الله. تدخل إلى حرم السيدة زينب، هواي أكو ناس مشتاقين إلى الزيارة، لا تنساهم بالدعاء والزيارة فدوا حجين. الله، نسأل الله التوفيق لنا ولكم إن شاء الله. ونسأل الله أن يجعل هذا آخر العهد للزيارة. مولاتنا السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها. بعطة فضلي تنظرين لي على جيب علي. متواصلين معكم أحبائي المشاهدين، وهذه التغطية من جوار قبة سيدتي ومولاتي عقيلة بني هاشم السيدة زينب. معنا أيضا أحد الزوار الكرام، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وجوركم إن شاء الله. تعرفني باسم حضرتك ومنين جاي؟ سيد محسن الياسري، محافظة واسق الله الحي. الله، الله يحفظك. الله يعزك. نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام باستشهاد مولانا أبو عبد الله الحسيني عليه السلام، ونحن من مرقد السيدة زينب عليه السلام التي هي إكمال رسالة الإمام الحسين عليه السلام. بعد استشهاد الإمام الحسين أكملتها السيدة زينب عليه السلام. أي أيوة والله، إكمال رسالة. لولا السيدة زينب ونهضت السيدة زينب لما استمرت رسالة الإمام الحسين عليه السلام. إيه، فنحن من هذا البكان الطاهر نسأل الله ورسول الله وبحق محمد وآل بيت محمد أن يحيينا محيا سيدنا محمد وآل بيت محمد، ويميتنا مواتهم ويحشرنا معهم في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. سيدنا العزيز، أنت يم زينب وهاي قبة زينب وراك، وهالأيام هاي أيام السبي، أيام الضيم، من طبيت للشام شنو أجب بالك صراحة سيدنا؟ والله شو أقول لك، يعني مشاعر لا توصف. يعني احنا سنقول جينا بطيارة وجينا يعني، والسيدة زينب عليه السلام اجت مسبية من الكوفة الى الشام، يعني ما فارقتنا هذه اللحظات وهذه المشاعر من جينا من العراق لحد الان. يشهد الله ورسول الله، يعني هضيمة هضيمة، يعني آل بيت رسول الله، اللي رسول الله محمد عليه افضل الصلاة والسلام اللي انجى العالم والأمة الإسلامية من الضلالة والشرك، يجازون هاي المجازات، هاي المجازات اللي هم أبناء رسول الله يجازونهم بالقتل والسبي، ونقول نعل الله بني أمية قاطبة، نعل الله بني أمية قاطبة.
احسنتم سيدنا. اللهم يحفظك. نسال الله ورسول الله بجاه محمد وال بيت محمد، ومشكورين على سعيكم هذا وجهودكم، اللهم يحفظك. الله يبارك فيك. ممنون ممنون اغاث سيدنا. نعم احبائي المشاهدين، اضم صوتي الى صوت السيد العزيز الله يحفظه. كل الزوار يجون الى حرم السيده زينب بالطياره او بالسياره، معززين مكرمين، يباتون في احسن الاماكن. لكن زينب حينما دخلت هذه الارض دخلت مسبيه، نامت هي وبنات الرساله في الخرابه. واقعا المصيبه عظيمه اخواني، المصيبه جدا عظيمه والفاجعه اليمه. نسال الله ببركه هذه السيده العظيمه ان يعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم عجل لوليك الفرج يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج يا الله. متواصل واياكم في هذه التغطيه، وان شاء الله تعالى بعد دقائق راح ندخل الى داخل صحن السيده زينب، وايضا نكون في خدمه زوار السيده زينب سلام الله عليها. فابقوا معنا. اجيتك وانا خجلان نادم، تراني كل تقصير عالم. متواصلين معكم احبائي المشاهدين، وهذا المكان المبارك ضريح سيدتي ومولاتي السيده العقيله زينب سلام الله عليها. معنا ايضا احد مفاخر كربلاء، شيخنا العزيز شيخ علاء الشيخ هادي الكربلائي، رحمه الله على شيخ هادي. الله يرحم روح والدك شيخنا في دوره. تشرفنا بكم، والله يتقبل اعمالكم ويأجركم، وان شاء الله كل خطوه نور. وما كان لله ينمو وما لغير الله فاني، ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت وأماتنا عليه. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد، وعجل ظهور قائم آل محمد يا رب العالمين. يرجى من وهذه الأيام المباركة بجوار الحوراء زينب روحي فداها سلام الله عليه، جعل الله إن شاء الله ذخيرة ليوم القيامة إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لكل خير إن شاء الله. الله يسلمكم. سماحة الشيخ، إحنا في أيام محرم الحرام، دور هذه العظيمة زينب سلام الله عليه، الدور العظيم اللي قادته بعد سيد الشهداء المولى أبي عبد الله الحسين، نبذة مختصرة بشكل سريع سماحة الشيخ. ثم مستعجلين بكلام الإمام الحسين لما قال شاء الله يراني قتيلا وشاء يراهن سبايا، لكن أي سبية؟ اللي يقول عنها اللعين ابن اللعين ابن سعد لما نظر إليها قال أفرجوا لها الجيش سماطين، فقد أقبلت لبوة علي بن أبي طالب. واللي جت مجلس ابن زياد ومجلس يزيد اللي قالت له والله لا تمحو ذكرنا، وهاي فكت كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فما كيدك إلا بدد وأيامك إلا عدد. وتشوف هاللطف الإلهي والرحمة الربانية، هذا لو ما كان الله ما كان، كان راح انتهى. لما الإمام سيد الشهداء يقول إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، الله يبلغنا وإياكم إن شاء الله حب الحسين، ويعطينا وعياكم إن شاء الله خير الدنيا والآخرة حبيبي. معكم إن شاء الله، مع والدكم سماحة الشيخ هادي الكربلائي رحمة الله على روحه. الآن هدية إلى زينب، وبثواب والدكم أريد أسمع ولو بئت واحد هدية للسيدة زينب شيخنا في دوار ولك. ومرها قصص زينب إيش مصعبها، هاي للوالد البيت الأبوذية إلى هذا. يقول قصص زينب إيش مصعبها، ومرها بيد الشمر ممشاها، ومرها أخذها على الجثث عمدا، ومرها وشافتهم ضحايا على الوطية. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يسلمكم. طيب الله أنفاسكم، سلكم الدعاء سماح الشيخ حياكم الله. متواصلين معكم أحبائي المشاهدين، وحرم سيدتي ومولاتي عقيلة بني هاشم السيدة زينب سلام الله عليها. مشكات القدسية حوراء. متواصلين معكم أحبائي المشاهدين من حرم سيدتي ومولاتي السيدة زينب سلام الله عليها. معنا أيضا سماحة الشيخ باسم تقوق حياكم الله سماحة الشيخ، عظم الله أجوركم. عظم الله تعالى أجوركم، الله يحفظكم إن شاء الله. الله يسلمك. كلمة عزاء تحبون تقدمونها للعالم الإسلامي بهذه المناسبة العظيمة والأليمة، ذكرى استشهاد سيدنا مولانا أبي الأحرار وسيد الثوار المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أعوذ بالله، بسم الله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله الهدى. حينما نقف عند هذه الشخصية العظيمة إنما نقف متجاوزين الدين والملة والمذهب، لأن شخصية الحسين عليه السلام
هي الشخصية الإنسانية العالمية الذي استطاع أن يستقطب في نهضته كل أولئك الذين يحملون الفكر المتصل برسالة السماء. فمن الشهداء من كان من النصارى، ومن الشهداء من كان من غير مذهب أهل البيت، ومن الشهداء من كان تركيا، ومن الشهداء من كان على مذهب أهل البيت، من الشهداء من كان صحابيا جليلا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وانتهت به الحال أن استشهد بين يدي أبي عبد الله الحسين. بهذه المناسبة لابد أن يعي كل الأحرار في العالم أن هذه الشخصية ليس شخصية متقوقعة في مذهب أو في ملة، بل هي شخصية تدعو كل إنسان إلى الانضمام إلى مواقع الحق للدفاع عن الظلم، للدفاع عن المظلومين في مقابل الظالمين، للدفاع عن وجود الإنسان. لأننا عندما نقرأ يزيد إنما نقرأه كما وصفه الحسين عليه السلام شاربا للخمر وقاتلا للنفس المحترمة، وكان إنسانا إن صح التعبير بين هلالين لا تهدأ نفسه إلا بالدماء. أما الحسين هي الشخصية المتصلة برسالة السماء وبتعاليم جده محمد صلى الله عليه وآله. ومن هنا ومن حرم سيدتنا زينب المرأة العظيمة أدعو جميع العالم بأن يقرأوا الحسين بوعي، وبأن يقرأوا شخصية زينب بفكر هادئ لا بانحصار ثقافي يمكن أن يتقوقع في بلد ما أو في قرية ما أو في بقعة جغرافية ما. إن واقعة كربلاء حدثت سنة 61 للهجرة، لكن اليوم كأنما كربلاء حدثت البارحة، وكأنما صوت الحسين ألا هل من ناصر ينصرني يتردد في صداه في أفق هذا العالم، كما يتردد صوت زينب كت كيدك، وهي تخاطب يزيد كت كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا. خطبت زينب وهالخطبة خلتها دمرنا. بارك الله فيكم. نقطة الظلم اللي ذكرتوها سماحتكم، الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام طبق وصية الإمام علي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام بامتياز حينما وصاه ووصى الإمام الحسن: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. نسأل الله بكرامة الحسين وبكرامة زينب أن لا يحرمنا وإياكم خدمة سيد الشهداء إن شاء الله. نراكم في الإمام رضا إن شاء الله في مشهد إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى لهذا الاتحاد الذي تنتمون إليه كل التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، ليأخذ بثأر الحسين وليأخذ بمظلومه فليأخذ بمظلومية زينب. والسلام عليكم. إذا كلمة سبيات أسمع أظل ألطم باليدين وأجزاء سكين شلون. نعم أحبائي المشاهدين متواصلين معكم، وهذه التغطية من حرم سيدتي ومولاتي عقيلة بني هاشم السيدة زينب سلام الله عليها. معنا أيضا خدام سيد الشهداء الأخوين العزيزين. سلام عليكم، عظم الله أجرك. أجركم عظيم إن شاء الله. ملا سجاد الزينبي. والله والنعم من ملا سجاد. الله يحفظك بعد روحي. شنو اسمك عزيزي؟ الله يحفظكم إن شاء الله. الملا محمد الزينبي. والله والنعم. الله يسلمك. أنتم من السيدة زينب سلام الله عليها. إيه صحيح. بارك الله فيك. الله بارك فيك. شنو سبب تسمية الزينبي؟ هي لأن إحنا نشأنا في صحن مولاتي زينب عليه السلام، وسمينا الزينب بنسبة لمولاتي زينب، نسبة لمولاتي زينب عليه السلام إن شاء الله. الله يهنيك بعد روحي. بعد روحي سمعني فتشي هسه. احنا يا السيده زينب والقبه الشريفه امامنا راح نسمعكم شيء. الكل واحد مشتاق لمولاتي زينب، ان شاء الله يزورها بالقريب العاجل.
زينب زينب والله مشتاق يا زينب والله مشتاق والله مشتاق يا زينب والله مشتاق هذا حال كل زائر متعني من العراق وجاي لمولاتي زينب سلام الله عليه هذا حاله جينا زوار إليك يا أمي المصيبة ونندبي بصوت يا زينب يا غريبة من أرض الأيتام يا زينب جينا للشام يا زينب الله لا يبعدني الحوراء عنك وابقى زور صار العطش يحدي بخوات حسين مشن وعلى النهر عدهين أمل مذبوح يقوم شلون أبو فاضل بلا شفين والماي بجفوفه من بعيد يلوح زينب لتلومينه ويني مينه صابوا عينه زينب لتلومينه ويني مينه صابوا عينه شدي حيل العباية بالمشي ويا السبايا ضعنك العافة عباس هالسناقص لراية هالسناقص لراية بين المشرعة للخيمة كم إحساس بدموعيك حملتي وصحتي عوف الماء تعبانات ديك وصيحتي يا عباس ما يغلين عليك جفوف قوم وياي زينب قطعوا ايدي الحام عضيده وانت بعيده زينب قطعوا ايده الحام عضيده وانت بعيده اخذي من الشريعه يمنتي الوديعه تشقف عليك الصياط ايد اخوك القطيعه ايد اخوك القطيعه عوف العيل قمي ودوري على طول حسين خطواتك ثقيله مضيعه يا حيل من جسمي الترس ميدان شتلمين وازعن على طول الغاضرية الخيل زينب هاي الحومة بيها دمومة يا مظلومة زينب
هاي الحومة بها دمومة يا مظلومة اللي حرقوا خيامة عثر بلا عمامة عالرمح راس الحسين عين تربي اليتامى عين تربي اليتامى مشكات القدسية حوراء الإنسية تواصلين معكم أحبائي المشاهدين وهذه التغطية من منطقة السيدة زينب في دمشق تحديداً وهذه الهيئة المباركة هيئة الإمام علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام معنا أيضاً أحد خدمة سيد الشهداء الرادود الحسيني العزيز السيد حسن الموسوي حياك الله سيدنا عظم الله أجر الله يوفقكم عظم الله لكم الأجر والثواب بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد من جوار سيدتي ومولاتي السيدة زينب عليه السلام سيدة العزاء تستمر الخدمة الحسينية والعزاء الحسيني في مدينة السيدة زينب عليه السلام في العشرة الثانية من شهر محرم الحرام في هيئة سيدي ومولاي الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام مستمرين الأخوة خدام الإمام الحسين خدام سيدتي ومولاتي زينب الكبرى عليه السلام في تعظيم شعائر أهل البيت وفي إحياء شعائرهم في هذه المنطقة تعرفون حجينا بعد انقطاع دام في سنوات الحرب الأخوة ما جاي يقصرون أيضا توفيق بالنسبة للزيارة الزينبية في ليالي استشهاد سيدتي ومولاتي زينب عليه السلام كانت الزيارة هاي السنة ما شاء الله خير من الله أيضا في ليالي محرم الأخوة الزوار الأخوة خدمة سيدتي ومولاتي زينب الكبرى عليه السلام ما جاي يقصرون نسأل الله الموفقية للجميع ونسأل الله استمرار هذه الشعائر واستمرار هاي الخدمة وإن شاء الله إحنا وأنتم نظل تحت خيمة سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام اللهم صل الله يوفقكم حجينا يتقبل أعمالكم وطبعا تستمر الخدمة سيدنا العزيز بأبطال مثلكم اللي وقفوا في حرم السيدة زينب ودافعوا عن السيدة زينب واليوم هذا هو نصب الموكب وإقامة العزاء هو هذا أكبر دفاع عن السيدة زينب سلام الله عليها ودور السيدة زينب اللي قدمته في إنجاح ثورة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام مشتاق أسمع أنفاسك المباركة وسمع السادة المشاهدين اللهم صل على محمد وآل محمد أنا هسه يستذكر ببالي يعني لما الولد خدام سيدتي ومولاتي زينب الكبرى عليه السلام نقول القصيدة الخالدة احنا غير حسين ما عدنا وسيلة احنا غير حسين ما عدنا وسيلة والذنوب هواي كفتها ثجيلة وغدا يبدو لنا سدا منيعا هذه آراؤنا فيه جميعا والذنوب هواي كفتها ثجيلة اللهم صل على محمد وآل محمد الله يجزيكم الخير ويوفقكم أسماعكم إن شاء الله يعلي شانكم في خدمة سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين يتقبل أعمالكم وما جاي تقصرون بنقل الصورة من جوار مولاتي الغريبة زينب عليه السلام هذا وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين طيب الله أنفاسكم بارك الله بكم متواصلين معكم أحبائي المشاهدين وهذه التغطية من منطقة السيدة زينب ومن جوار سيدتي ومولاتي عقيلة بني هاشم جبل الصبر زينب سلام الله وبالمكر والحيلة لنها تجتمع لجلة أمية وبالمكر والحيلة لنها تجتمع لجنة أمية وبالسهام وبالصوارم هو على الغبرة ضحية وذرت جسم الحرايب آية ضام الغاضرية متواصلين معكم أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية وهذه التغطية من مدينة السيدة زينب سلام الله عليها وبجوار
سيدتي ومولاتي السيدة عقيلة بني هاشم السيدة زينب سلام الله عليها. من محاسن الصدف أن ألتقي بالحبيب والأخ الرادود الحسيني المبدع الملا فايز الطرفي. حياك الله أستاذي، عظم الله أجورك. حيا الله يحييك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدي ومولاي أبو عبد الله الحسين، والحمد لله على هذه النعمة اللي توفقنا في العشرة الثانية والثالثة نكون خدام في بلاد سوريا وفي مدينة سيدتي مولاتي فخر المخدرات زينب في الشام، والحمد لله والشكر موجود لنا. الحمد لله رب العالمين. الله يستر عليك. أنفاسك مباركة. تشرفت أنه أحضر لليوم الثالث أو الرابع في مجلسكم المبارك والموقر لهذه الهيئة المباركة والموقرة المسمات باسم سيدنا مولانا أنيس النفوس المولى علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بداية، شو تحب تقدم كلمة لشباب الهيئة اللي قاعدين الآن خلف الكاميرا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. والله يا ملا، يعني اللسان قاصر عن الجهود الشباب اللي موجودين في الهيئة، وبأمانة يعني الجهود اللي الشباب جاي يتعبون بالهيئة تعبهم في الواقع أكثر من عندنا. يعني إحنا، أنا دوم أقول يعني إحنا كالرواديد كالخطباء فقط أمام الناس، أما الهيئة تتهيأ من قبل أيام، من قبل كم يوم، وينصبون الموكب والشباب بالليل ينامون هنا وتعبهم وطبخهم. فواقعا إذا ما وجود الشباب، يعني إذا ما موجودين الشباب فماكو شيء باسم هيئة، وحتى إحنا يعني ما راح نظهر أمام الناس إذا مو جهود الشباب اللي موجودين والخدام. وكفوا بهم والله، هنيئاً لهم. أي والله هنيئاً لهم على هاي الخدمة اللي الشباب يخدمونها باسم مولاي الحسين وباسم أهل البيت وبجوار فخر المخدرات زينب سلام الله. هاي السنة الثانية جاي تجي هنا؟ الحمد لله والشكر. بلي قبل تقريباً 3 سنوات جينا هنا لإحياء شعار الحسين 10 الأولى، والحمد لله والشكر هذه السنة مجينا في 10 الثانية والثالثة، يعني الحمد لله والشكر. أي أيوة والله، وهذه نعمة فضيلة يعني صراحة. أي أيوة والله، الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. خلينا نحكي فقرة أحبائي المشاهدين يمكن نسينا نقولها. ملا فايز الطرفي أحد مفاخر خوزستان، أهلنا في خوزستان، ابن ولايتنا، وحقيقة نفتخر نشوفه في مجال السيد الشهداء. صار لك 2 سنين ملا دخلت إلى، نقول مجازفة، خلينا نحكي بصراحة، نحكي واقع حال شوية، دخلت إلى المدرسة النجفية وما شاء الله عليك دخلت ببسالة وشجاعة وفراسة، وما شاء الله جدا موفق. الكل يعرف أنه المدرسة النجفية من أصعب المدارس، يعني تريد لها جرأة صراحة الرادود أنه يقرأ القعدية ويقرأ قصائدهم اللي معروفة الجميلة الرائعة، التراث النجفي اللي متمسكين به إلى الآن واقعا. فملا فايز الطرفي شلون شاف نفسه في المدرسة النجفية؟ والله بأمانة يا ملا، المدرسة النجفية صراحة يعني مدرسة دراسته مو هينة، صعبة، بس الحمد لله والشكر اللي إحنا الله وفقنا. تعرف يعني انتقلنا من خوزستان إلى مدينة قوم، مدينة كريمة أهل البيت فاطمة المحصومة، فتقريبا ما يقارب تقريبا حوالي 20 سنة إحنا ساكنين في قم. فخلال هذه 20 سنة خب صادقنا إخواننا من نجف ومن كربلاء ومن جنوب، فصارت قصائدنا وعاداتنا وألحاننا. فأول سنة ثاني سنة فقدرنا كل سنة نأخذ من عندهم على قولتهن يعني شمرة، يعني زين شمرة الألحان. فالحمد لله والشكر هم صراحة ما قصروا، يعني هم بأمانة لما شافوا إحنا خدام للحسين وأنا بالنسبة إلي رادود الحسين، فوقفوا لي وقفة يعني علموني بالألحان وعطوني مجال على المنابرهم زين. فالحمد لله والشكر هذا من فضل الله ومن توسل اللي توسلنا بالحسين. فالحمد لله والشكر قدرنا نتوفق بهذا الجانب الدراسة النجفية والكربلائية، الحمد لله والشكر. الله يستر عليك يا ملا. يمكن هذا السؤال أتذكر قبل 7 سنوات إلى 6 سنوات وجهته في لقاء لطيب الذكر الملا قحطان البديري،
الله يحفظه، لأنه أيضا يحسب على المدرسة النجفية، وذهب واخترق المدرسة الكربلائية إذا صحت العبارة، وما شاء الله الرجل الآن ينوع وجدا موفق. فإن شاء الله على خطى وخطى كل خدمة أبي عبد الله الحسين وملا فايز اليوم ما شاء الله اسم وخادم من خدمة المنبر المخلصين، فهنيئا لك يا ملا. عليك يا ملا، جزاك الله خير الجزاء. وأيضا أنا صراحة أشكركم يعني على هاي الجية مالتكم، والله قسمنا انجمعنا، احنا دوما نقول ننجمع باسم الحسين، فالحمد لله والشكر اللي هالمرة انجمعنا بجوار سيدتي ومولاتي حوراء زينب، الحمد لله والشكر. فأنا أحب أقدم لفت أبو ذية طبعاً لازم، فراح أقول وسافة 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 الشاف زينبكم خيلها، وسافة وسافة الشاف زينبكم خيلها، ولا وايل تصفى ولا ظل خيلها خيلها، وخوها بكربلا داست خيلها، وين على صدر القبلة السيد البري، يا 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 على صدر القبلة سيدي البري. الله يستر عليك يا ملا، فدوا روح لكم، جزاكم الله خير الجزاء وما تقصرون. ودائما اكون سعيد اذا اشوف ملا فايز حقيقه، لانه نفس طيبه واخ حبيب ان شاء الله. الله يحفظك، اشكرك جزيل الشكر. ما قصرت يا حبيب ملا، الله يوفقكم. وهنيئا لك، هنيئا لك يا ملا اللي دائما انت يعني دائما اشوف وجودك في اماكن الزيارة يعني، والأماكن العتبات المقدسة في جوار علي بن موسى الرضا، وتجينا في جوار فاطمة المحسومة، والحمد لله هنا التقينا بفخر المخدرات زينب، وهذا من أعظم نعم يعني، والحمد لله والشكر. الله يسر عليك يا حبيبي أسماعي. متواصلين معكم أحبائي المشاهدين، وهذه التغطية من جوار سيدتي ومولاتي السيدة زينب سلام الله. أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. نعم أحبائي المشاهدين، معنا أيضا أحد خدمة أبي عبد الله الحسين في هذه الهيئة المباركة، هيئة علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في منطقة السيدة زينب. السلام عليكم، عظم الله أجركم. السلام، عظم الله أجركم، طول بعمركم، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، الله يحفظكم. السلام على سيدي مولاي أبا عبد الله الحسين، السلام على أولاد الحسين وعلى أهل بيت الحسين، على أصحاب الحسين، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم مجلسنا، الله يطول بعمركم، أهلا وسهلا بكم، الله يوفقكم. جاي نجي كم ليلة إلى المجلس، نشرف حقيقة أنه نكون في خدمتكم، وجاي نشم ريحة الحسين بالمجلس، فهنيئا لكم سيدنا، هنيئا لكم. يعني يجوز احنا نسوي مجالس في ايران بالعراق، لكن انتم هنا فشي خاص حقيقه يعني اقولها، لانه يم السيده زينب سلام الله عليها، ونعرف الظروف والاحداث اللي صارت. هنيئا لك يا سيد. المجلس والهيئه يمتى تاسست بالضبط، وشنو الترتيبات اللي تقومون بها؟ اريد بالتفصيل الممل من الالف للياء. تأسست هيئة الإمام علي بن موسى الرضا في منطقة السيدة زينب بالألفين وواحد. تأسسنا بالألفين وواحد، طبعاً ثلة من الشباب معدودين عد الأصابع. كانت الهيئة خدمية لحد عام اللي إجت بي كورونا. توقفت المجالس طبعاً منطقة السيدة زينب بسبب الأوضاع كورونا، وتوقف، ما ظل شيء يعني بالمجالس كلها توقفت وممنوعة من قبل الأمن الوقائي وهاي الأمور. فاحنا بسنة كورونا قررنا نسوي قيم مجلس في منطقة السيدة زينب، والحمد لله والشكر توفقنا هاي السنة الرابعة اللي توفقنا بها، والحمد لله والشكر بفضل مولاي أبا عبد الله الحسين، مثل ما أنتم تشوفون المجلس قائم والحمد لله حتى ظهور الإمام القائم، عجل الله فرجه، اللهم عجل وليك الفرج.
كم شاب موجودين وياك بالهيئه؟ وانا اشوف انتم طبعا هسه بارض، فهاي الارض تحتاج فرش، هذا التعب كله اللي جاي نشوفه ما شاء الله يعني مو سهل. يعني اللي عنده موكب واللي عندي هيئه يعرف شنو جاي نقول احنا. شلون الترتيب؟ احنا ترتيبنا كل عام عندنا هاي الارض، ارض طبعا ما حد مستفاد من عندها، مسدوده، هي ارض صحراء قاحله. احنا بكل محرم فضل الله واهل البيت هاي الارض نحولها الى جنه مثل ما يقولون، بها متقام مجالس ابا عبد الله الحسين. احنا شبابنا الحمد لله وشكر هيئه الامام علي بن موسى الرضا، اليوم تشوف بيها الباكستاني، العراقي، الايراني، الافغاني، يعني كلنا موجودين، السوري اللي ابن المنطقة اللي خارج من المنطقة المهجر. فضل الله وأهل البيت كنا تجمعنا على شيء وحيد اللي هو حب أبا عبد الله الحسين ونصرة مولاتي السيدة زينب عليها الصلاة والسلام، سلام الله عليها. الله يوفقكم. منو طباخكم؟ طباخنا أنا طباخ. الله يحفظكم. الله يحفظك. طول بعمرك يا مولى. الله يحفظكم ويطول بعمرك. ديمكم غاتي سيدنا موفقين ان شاء الله. حياك غير يكبر بعمره ويتيه ويا المشاعر وانا احسب سنيني بتقاوي. نعم احبائي المشاهدين، مشاهدي قناه الامام المهدي الفضائيه، الهيئه هذه هيئه الامام علي بن موسى الرضا، تجمع جميع خدمه الحسين من عده جنسيات. الآن معانا أحد خدام أبي عبد الله الحسين اللي مشرفنا من باكستان. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يسلمكم إن شاء الله وأجوركم إن شاء الله. عرفني باسم حضرتك. إيه والله جواد حيدر. جواد حيدر. نعم جواد حيدر. الله يسلمكم. جواد أنت باكستاني الأصل، مقيم في بريطانيا صح لو لا؟ أي نعم صحيح. أنا تجي للسيدة زينب كل سنة؟ إيه الحمد لله من بركات أهل البيت عليه الصلاة والسلام، عم يخلونا نحن نكون بالخدامهم. شنو السبب السيدة زينب؟ ليش مو كربلاء، النجف مثلا يعني؟ والله هو السيدة زينب عليه الصلاة والسلام أم المصائب، هذا السبب. أنا بزين هو عدة أسباب موجود ولكن هذا السبب واحد كمان هو كافي مشان نكون نحن في خدمتهم يعني. صحيح. وهذا الشرف لإلنا نكون في خدمتهم. صحيح. الله يوفقكم. سابقا كنتوا بسوريا أنتم؟ إيه طبعا نحن موجودين هون أكثر من حوالي شيء 25 سنة شي مقيمين هون يعني، وجايين ورايحين نعم الى اسبانيا، من اسبانيا للبريطانيا، فموجودين في اوروبا وفي سوريا كمان نفس الوقت. الله يوفق الشباب اللي موجودين هنا. سيد عقيل الله يحفظه الولد، شنو رابطتك بهم هسه حاليا؟ والله هو كل الشباب، نحن مشكورين من جميع الشباب اللي موجودين هون، ونحن عندنا هون شباب مو فقط من جنسيه واحد، عراقي يا باكستاني يا سوري يا لبناني يا اصلا ايراني، هو من جميع جنسيات موجود، حتى موجودين عندنا كويتي واردني، وحتى موجودين عندنا اوروبي من انواع واقسام الجنسيات، ويربط كل شاب مع بعضه وللبعض هو الحب الحسين عليه الصلاه والسلام. والحب الحسين يجمعنا بالمكان واحد في العزاء الحسين، وهذا هو الشرف لإلنا. أنا ما بزن إنه في أي سبب تاني عم يجمعنا، هون شباب عم يشتغلوا من الصبح لليل بالعزاء الحسين، بالمجالس، باللطم، بالقراءة، بكل شيء، بدون أي أجرة، بدون أي إيجار، بدون أي رواتب، بدون أي شيء، فقط للحب الحسين. في عنا أطفال من صغار للكبار كل الأقسام، وهذا معجزة الحسين في أيام المحرم، إنه عم يجمعنا حب الحسين من كل أنحاء العالم إلى الأهل البيت عليه الصلاة والسلام، وين ما كانوا موجودين يجمعونهم من البعضهم. أنت كم لغة تتحدث؟ أنا خمسة لغات بحكي يعني. نعم نعم، عربي، فارسي، وإنجليزي، إسباني، واللغة الباكستانية أردو، والهندي نفس الشيء هو. نعم والبنجابي كمان الحمد لله شوي. شاشتنا إن شاء الله يشاهدونها جميع الجنسيات اللي ذكرتها، أريد من عندك كل لغة جملة في حب الحسين سلام الله عليه تتحدثها. هذا المايك عندك. الله يوفقكم إن شاء الله. الله يسلمكم. هو الحسين عليه الصلاة والسلام يعلمنا إنه نحب بعضنا، والحسين عليه الصلاة والسلام يعلمنا نحن نتوقف مع بعض، ويعلمنا إنه نكون قويين مع بعض. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وہ ایک الگو ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں زندگی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ چلنا، ایک دوسرے کے لیے فداکاری کرنا. الإمام الحسین علیہ الصلاة والسلام
اون شخصیتی هستند که به ما یاد میدن که ما هم با هم دیگه بوایسیم، که با هم دیگه کمک کنیم هم دیگه رو، که اگر چیزی مشکلی شده با هیچ کیسی از بچهای خودمون که باهاشون تنها نذاریم. امام حسین یاد میده به ما. The Imam Hussein, he teach us to be stay with our community, with our people, with our persons, to didn't leave him, to be stay with them. El Imam Hussein se dice a nosotros que nosotros estar con el gente que no tiene nadie, que ayudar a ellos o estar con ellos. O a nosotros, el Muharram, esta es una es un tiempo para aprender cómo hay que ayudar a gente. Personas que no tienen nadie, nosotros hay que estar con ellos. Fa Imam al-Hussein, nahna niftakhir fihum. وهو الفخر لإلنا. إيه والله سفينة النجاة. الله يوفقكم إن شاء الله. لا والله هو الشرف لإلنا. الله يوفقكم ووفق قناتكم وإن شاء الله يوفق الجميع المؤمنين والخدام الحسين في جميع أنحاء العالم. وأنا مشكور منكم ومن مشكور الشباب والله يوفق الجميع إن شاء الله. حياكم الله. أهلا وسهلا فيك. نعم أحبائي المشاهدين، متواصلين معكم وهذه التغطية من منطقة السيدة زينب. من زاد المجالس والطبخ والخدمة زاد لحم جدفك. نعم أحبائي المشاهدين، معنا أيضا أحد خدامه أبي عبد الله الحسين في هذه الهيئة المباركة، هيئة الإمام علي بن موسى الرضا. السلام عليكم عمو. عليكم السلام ورحمة الله. تمام الحمد لله. شنو اسمك؟ هادي. حاشت الأسامي يا هادي. شنو الخدمة اللي تقوم بها هنا بالهيئة؟ بس قبل المجلس تقريبا ساعتين ننظف الحسينية، نرتب، نساعد الشباب بالطبخ، الجلي اللي ضال ننظفه نخلص، بس يصير المجلس نقعد أنا والشباب نحضر الشيخ، خلص الشيخ نبدأ اللطم، نخلص نمد السفار، نقدم الأكل للحضور، نخلص اللم ننظف ونروح للبيت. يعني انت تقوم بجميع الخدمات، تساعدهم بكل شيء، من تروح للبيت تروح تعبان لو لا؟ احيانا تعبان احيانا مبسوط وعادي، يعني هي خدمه الامام الحسين وما فيها شيء، يعني عادي. يعني بالايام العاديه اذا ابوك او والدتك الله يحفظهم وصوك على شيء تروح من المحل او تروح للسوق راح تتعب، صح لو لا؟ راح تتململ، بس ليش هنا في خدمه الامام الحسين غير شكل؟ خدمة الإمام الحسين هي فرح ويعني وحزن، وإنه ما يعني ما بيمل منه. شعور غريب إنه أنت فرحان وحزنان في نفس الوقت، مستحيل يتكون هذا الشعور إلا في خدمة الحسين، صحيح؟ عساكر خدمتي لحسين بلا هالخدمة. نعم أحبائي المشاهدين، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه التغطية من حرم سيدتي ومولاتي عقيلة بني هاشم السيدة زينب سلام الله عليها. شكرا لك مولاتي يا زينب، شكرا لك مولاتي يا عقيلة بني هاشم، شكرا لهذا التوفيق، شكرا لهذا العطاء، شكرا لك سيدتي يا جبل الصبر يا زينب. لحظات لا تنسى أحبائي المشاهدين ونحن في خدمة هذه العظيمة المظلومة زينب بنت الإمام أمير المؤمنين. أتمنى أن ألتقيكم في تغطيات أخرى إن شاء الله. تقبلوا تحياتي أنا حسين الأميري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أبقى على منهاج فضة معاكم بلتأمرون أرضة، يا ريت بعاشر وياك لحظة وحصل مني الخيول راضة.